ليس مرتبط بمكسب أو خسارة مباراة أو بطولة. ما حدث في ملف المباراة النهائية أمر غير عادل بالمرة، وأيضا من أخفى خطاب التنظيم في اتحاد الكرة المصري أو اللي قام بتفعيل بعض البنود في خطاب التنظيم وحذف البند الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال. هذا الشخص أو هذا المسؤول باختصار شديد أضاع حق مصر قبل ما يكون أضاع حق النادي الأهلي. أولا بنبارك لفريق الوداد المغربي الشقيق على البطولة، ونتمنى لهم كل التوفيق عند تمثيل قارة أفريقيا في كأس العالم للأندية. نبدأ مع حضراتكم بالاتحاد الأفريقي. الحقيقة لا النادي الأهلي ولا أنا شخصيا عندنا خلاف مع الكاف ولا قيادات الكاف، احنا بنحترمهم جميعا. وأنا أعرف كويس السيد باتريس متسبي رئيس الاتحاد الأفريقي، أعرفه كويس، هو شخص متميز، وعندما تولى رئاسة الكاف أنا شخصيا تفائلت بيه ولازلت متفائل بيه، لأن لديه القدرة على تقديم الأفضل للكرة الأفريقية. الخلاف الذي حدث أن قرار اختيار ملعب المباراة النهائية افتقد كل معايير العدالة وقواعد اللعب النظيف. نحن لسنا موجودين هنا لتوزيع الاتهامات، ده مش النادي الأهلي، احنا تواجدنا لأن كلنا كأفارقة أعتقد ومتأكد انتبهنا الحزن عندما تحدث عنا المتابعون للكرة الأفريقية في العالم بشكل سيء لهذا الملف. لم نتصور إطلاقا أن يقوم الكاف بمنح المغرب حق تنظيم المباراة وفقا لمعايير العدالة استضافة هذه المباراة العام الماضي، برضو كانت في المغرب، وفي العام الذي قبله استضافت الكونفدرالية، العام اللي فات استضافت النهائي لدوري الأبطال، السنة اللي قبلها استضافت الكونفدرالية، ولديها نادي الوداد أصبح قريبا جدا من يكون من يعني من طرفا في النهائي، يعني في المباراة النهائية، وبالتالي لا يصح أن يقوم الكاف بمنح أفضلية لنادي يلعب في ملعبه وسط جمهوره على حساب الطرف الآخر. لماذا لم يعلن الاتحاد الأفريقي عن انسحاب السنغال وقت انسحابها وانتظر كل هذا الوقت وبعدها أعلن إنه لا يوجد سوى ملف وحيد هو ملف المغرب، وهو نفس ملف السنة الماضية؟ تواصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب بالفعل الاتحاد قام بالرد. يعني ما دخلناش ليه بقى في الهيصة دي، يعني في المسابقة دي، يعني في التنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلام عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب
ان مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة او الاتحاد الكرة المصري يعني، وان ما يردده اتحاد الكرة في هذا الامر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية السيد الاستاذ جمال علام وابلغته بما قاله المهندس هاني بوريت، وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة، حضرتك ولا المهندس هاني؟ وكانت اجابته احنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. انا طبعا اندهشت جدا، قلت ازاي؟ فاجاب السيد رئيس الاتحاد انه قام بالرد فعلا على الكاف، لكن لم يطلب تنظيم المباراة، ولكن طلب اقامتها على ملعب محايد. امر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب، وبصراحة يعني غير مقبول. لماذا لم يتقدم اتحاد الكرة بطلب الاستضافة المباراة النهائية لدوري الابطال، مع انه تسلم خطاب الكاف يوم 19/1/22، وتم إغلاق باب التقديم يوم 28/2/22، يعني بعد شهر 40 يوم تقريبا. وعندما قرر اتحاد الكرة بعد 40 يوم، عندما قرر اتحاد الكرة الرد على خطاب الكاف، قام بالرد بعد أكثر من شهرين أو يعني 40 يوم، ولم يطلب شهرين، لأنه هو شهر 28/2 وإحنا ردنا في شهر 4 جوابات، يعني اللي هي حسب الخطابات وتواريخ الخطابات. قام بالرد بعد أكثر من شهرين ولم يطلب التنظيم، بل طلب إقامة المباراة على ملعب محايد. الاستفسار الثاني، لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع إدارة الأهلي 4 أيام، وأنا داخل في قضية مع الكاس 4 أيام عشان أخذ ورقة؟ لماذا اتحاد الكرة ظل يماطل مع النادي الأهلي 4 أيام حتى يحصل على النادي على صورة من الخطابات المتبادلة بين الاتحادين المصري والأفريقي؟ وهذا حق أصيل، لو عارفين في اللوائح والدستور، هذا حق أصيل للنادي، وهذا حق أصيل للنادي وفقا لمبادئ الدستور المصري الذي يكفل حرية تبادل المعلومات بين المؤسسات. ولولا أن قام النادي بتصعيد الموقف للسيد وزير الرياضة، ما حصل الأهلي على صورة من الخطابات التي كان في حاجة ملحة إليها في وقتها لبناء موقفه القانوني أمام المحكمة الرياضية الدولية. الاستفسار الثالث، لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ده الشغل بقى، شغل إداري بقى، لماذا لم يحرص اتحاد الكرة على استكمال ملفه لدى الكاف اسوى بما حدث مع نيجيريا التي استكملت ملفها وأثنى دائرة تنظيم نهائي الكونفدرالية رغم استبعادها في بادئ الأمر؟ سرعة انتهاء وزارة الشباب والرياضة من التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا لبحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد.